جبتك اليوم راح نقول لك سامحيني قدام الشعب العربي كل. جريتي بمرض ما عندك فيه حتى معنى. انت اعطيتني كل حنان، اعطيتني كل حب، انا اعطيتك غير الموت. لا ما تقولش هذا الشيء، هذه حاجة ربي سبحانه. امنيني بالله شوف جامي قلتها لك يا اخي، بس والله دي فوق من ارقد الليل منك. هذه حاجة ربي سبحانه والابتلاء نعمة. عم بالي بروحي ذريتك، بس امنيني بالله بلا ما نقص. عبك خاف عليك أكثر من روحي، وكنت عود نموت نموت أنا قبلك، وكنت جيت لحياة تتمدنا عود نمدهالك من جديد. بصح لا غال، حبيت اليوم تعرف في حاجة واحدة، براني نموت عليك وما قصدتش حتى حاجة. مشاهدينا الكرام، الحمد لله رانا لحقنا الولاية بسكرة، هذه الولاية الرائعة الجميلة. جينا باش نزوروا عائلة صلاح وفاطمة، هاد الزوجين اللي يعني عندهم مرض السيدة، واللي كل الجزائريين بعد بث الحلقة يعني تضامنتوا معاهم وبعثتوا لنا رسائل كثيرة وهاتفتونا، حبيتوا تعاونوهم، حبيتوا يعني تتضامنوا معاهم. جينا اليوم عندهم باش نزوروهم أول شيء، وثاني شيء باش جبنا لهم معنا مفاجآت كثيرة وكثيرة إن شاء الله يا ربي يعني نقدروا نفرحوهم كما يعني أنتم فرحتوهم بتضامنكم معاهم وبتعاونكم معاهم. برنامج يفتح قلبك راح يوليكم في موسمه الثاني كل يوم خميس ابتداء من الساعة 9 على قناة الشروق تيفي.